بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 8 مباراه الذهاب الاهلي والاتحاد في قبل نهائي مرتبط رجال هذا الموسم، موسم 23-24. الجوله الاولى مع المرتبط استطاع النادي الاهلي انه يحسمها بفوز كبير بنتيجه 79-56. النهارده الفوز للنادي الاهلي يعني الكثير، يعني ان انت ان شاء الله فوزك النهارده تنتظر مباراه المرتبط بكره ويبقى يكفيك مباراه المرتبط. مباراه مهمه ليست النهايه ولكن مباراه خطوه مهمه النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي. برحب بضيوفي اللي منوريني في استوديو التحليل النهارده، كابتن محمد سرعاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي اللي منورني في الاستوديو. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك كابتن عيسى، منورنا وكل التوفيق للنادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله. منورنا طبعا نجم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي ورئيس قطاع الناشئين السابق كابتن نبيل بخيت. اهلا بيك يا كابتن نبيل. اهلا بيك كابتن هيثم واهلا بجمهور النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، كاميرا الابطال كانت موجوده عقب اثناء وعقب مباراه المرتبط، صورنا تقرير وزميلتنا سالا حامد مع كابتن محمد اشرف توفيق المدير الفني ومجموعه من اللاعبين. خلينا نشوف سجلوا قالوا ايه. برحب بك طبعا يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبارك طبعا يا كابتن هيثم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن طبعا اول مباراه في السيمي فاينل مباراه فريق المرتبط طبعا تحت قياده الكابتن محمد اشرف توفيق، بالتاكيد زي ما شفنا في المباراه والفارق يعني 23 نقطه طبعا لصالح النادي الاهلي. ببارك لك ويمكن معي في هذه اللحظات طبعا المدير الفني الكابتن محمد اشرف توفيق. طبعا برحب بك يا كابتن على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك على المباراه النهارده. شايف المباراة النهاردة ازاي؟ يمكن طبعا شفنا المباراة الفريق تقدم من الاول ب 11 نقطة وبعد كده كان في كومباك طبعا لفريق الاتحاد، ولكن قدر في الاخر النادي الاهلي ان هو يتفوق ونفوز بالمباراة. والله الحمد لله، مبروك للفرقة ومبروك للنادي، هارد لك لنادي الاتحاد والجهاز الفني. والله احنا كان عندنا مشكلة في الستارت في الجيمات اللي فاتت، كام جيم اللي فاتوا، الحمد لله قدرنا نعالجها النهارده. الستارت احسن بكتير، قدرنا نعمل ليد كويس بالذات في اول كوارتر، حصل دروب تاني بس الحمد لله الاولاد كانوا مركزين كويس، قدروا يرجعوا ومسكوا في السكور اللي كانوا اللي عملوه 10 12 بوند لحد ما واحده واحده ابتدينا نعلى اكتر، والحمد لله فضلوا ذهنيا موجودين في الملعب كويس لحد اخر دقيقه يعني، ويعني لسه ان شاء الله فاضل لنا كمان جيم اكننا ما عملناش حاجه يعني لسه. طبعا كابتن محمد دايما متعودين النادي الاهلي والاتحاد دايما في النهائي، ولكن طبعا المره دي النادي الاهلي والاتحاد في السيمي فاينل. يمكن طبعا الظروف اختلفت او الامور شويه اختلفت، اكيد اتكلمت مع لعيبه النادي الاهلي في بعض الامور، اتكلمت معاهم في ايه قبل طبعا المباراه وحذرتهم من ايه؟ والله احنا كان عندنا ظروف خاصه شويه، ان عندنا اللعيبه عندنا دروب شويه الفتره دي، الحمد لله بنحاول نعالجها وبالذات ان مفيش وقت، بلس ان احنا عندنا كذا عنصر من العناصر في الجيل سافروا بره وسافروا متاخر جدا يعني قبل بطوله المرتبط باسبوعين، فالحمد لله يعني بنحاول نتكيف على الظروف دي ونحط للعيبه التارجت نبينه دايما قدامهم، والحمد لله الحمد لله احنا لحد اللحظه ماشيين كويس، بس يعني انا لازلت بقول ان لسه ما عملناش اي حاجه، لان احنا مطلوب مننا ان احنا نفنش ان شاء الله المرتبط بدون ولا هزيمه باذن الله. باذن الله يا كابتن زي ما حضرتك بتقول، وان شاء الله يوم الخميس نبارك لحضرتك التاهل ان شاء الله لمباراه النهائي من دوري المرتبط. باذن الله، شكرا ليك. طبعا يا كابتن هيثم مستمرين مع حضرتك في لقاءاتنا ومعي واحد من نجوم المباراه النهارده طبعا الكابتن محمد طارق خيري. محمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا النهارده، يعني ما شاء الله اداء متميز، اداء قوي منك النهارده امام نادي الاتحاد. برحب بيكي وشكرا يعني على الكلمتين الحلوين دول. يعني النهارده كان اول ماتش في السيمي فاينل، الحمد لله قدرنا نكسبه يعني بفرق سكور، اول ماتش كان يعني السكور بيروح وبيجي، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الماتش ونكسب الماتش. شايف المباراه النهارده ازاي؟ وكابتن طارق او كابتن محمد اشرف توفيق طبعا اتكلم معاكم في ايه قبل المباراه؟ طبعا اتكلم طبعا على كل لعيب فيهم وكل واحد بيعمل ايه واهميته، عشان يعني كابتن محمد برده من الناس اللي هو ما بيحبش يسيب يعني تفصيل عن اللعيب، لا بيقول كل حاجه عن اللعيب وننزل ننفذها بس ده اللي نعمله. طبعا ببارك لك، وبالتاكيد المباراه الاهم ان شاء الله يوم الخميس. الله يبارك فيك ان شاء الله.
ميرسي يا كابتن محمد. طبعا مستمرين معاك برضو يا كابتن هيثم في لقاءاتنا النهارده، ومعايا ايضا واحد من نجوم المباراه الكابتن عمرو انيس. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وشايف المباراه النهارده ازاي؟ وطبعا عايز ابارك لك، شايف المباراه النهارده ازاي امام نادي الاتحاد واداء جميع لاعبي النادي الاهلي؟ الحمد لله احنا عدينا كويس والفرقه كلها مشيت كويس، هم برضو كان في سنه عدم توفيق واحنا في السنه كان حلو، وان شاء الله الماتش الجاي هيكون نفس الطريقه ان شاء الله. طبعا المباراه صعبه، مباراه مهمه في السيمي فاينل، الاهلي والاتحاد دايما متعودين الاهلي والاتحاد في مباراه النهائي، المره دي في السيمي فاينل، يعني كلمني برضو كابتن محمد، اتكلم معاكم في ايه قبل المباراه، حذركم من ايه طبعا في نادي الاتحاد؟ حذرنا هم، يعني هو حذرنا من هم رجاله في اللعب، واحنا المفروض نسترجل ونادي ونلعب لعبنا العادي، ما نضغطش ولا اي حاجه، وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله ببارك لك تاني يا كابتن عمرو، وابارك لك تاني بقى يوم الخميس ان شاء الله. الله ان شاء الله. مسيك ده يا كابتن عمرو. كده طبعا يا كابتن هيثم كانت لقاءاتنا مع فريق المرتبط، وطبعا المدير الفني، واكيد يعني معظم اللعيبه اللي كانوا من نجوم المباراه النهارده، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم. حامد بشكرك شكرا جزيلا، و يعني قال أشرف توفيق حاضرين بقوة في دوري المرتبط السنة دي. محمد أشرف توفيق بيقود مرتبط النادي الأهلي، وكابتن أشرف توفيق المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيقود سبورتنج الحقيقة، ويعني وصل بيه قبل النهائي، فإذا هم يعني الاثنين حاضرين بقوة في دوري المرتبط هذا الموسم. كابتن سلعاوي، يمكن مباراة النهاردة مهمة جدا، كابتن أحمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد دي تاني ليه بطولة، النادي الأهلي كان يعني ليه التوفيق في مباراة البطولة العربية في دور الثمانية، واستطاع ان هو يقصي نادي الاتحاد من مشواره في البطولة. النهاردة دي تاني بطولة للكابتن احمد عمر، يعني بتهيألي الاتحاد نازل بروح يعني عالية ودوافع كبيرة. شايف المباراة النهاردة ازاي؟ بارك بس الاول المرتبط، عمل مباراة من اروع الجيمات النهاردة اللي احنا شفناها بصراحة، يستاهلوا التهنئة ويستاهلوا التقرير لقناة الاهلي اتفضلت بإذاعته. انا شايف المباراه دي خارج التوقعات وصعب التكهن بيها، وخاصه ان كلا المدربين عارف حافظين بعض او عارفين خطط وآليات كل فريق منهم، اللعيبه عارفه حافظه، اللعيبه لعبت بعض. اعتقد النادي الاتحاد المره دي هيكون اشرس، لان النادي الاتحاد في حصل نفس الموقف في الدور اللي قبل النهائي في الدوره العربيه، والاهلي استطاع اقصاء النادي الاتحاد. الاتحاد بيضم مجموعه مميزه والاهلي بيضم مجموعه مميزه. السلاوي بعد اذن حضرتك، دي طلب لقطات حيه من ارض الملعب والتسخين. خلاص يعني ده بالشكل ده تقريبا احنا في منتصف فتره الاحماء. اتفضل يا كابتن سلاوي. نادي الاتحاد بيبص للمباراه دي على انها رد اعتبار، بالنسبه لان هي 1-0 بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده. الاهلي والاتحاد يعتبر نهائي مبكر، كان الناس كلها متوقعه ان ده يكون فاينل البطوله، لكن تملي للمره الثانيه او الثالثه يقع الحظ ان الاتحاد يلعب الاهلي في الدور اللي قبل النهائي. يعني هي مباراه صعبه، لكن اللي سهلها لنا المرتبط شويه. اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن نبيل، المباراه مهمه جدا، نادي الاهلي، نادي الاهلي المباراتين اللي فاتوا احسن حالا كثيرا من بدايه المرتبط، اللعيبه المصابه رجعت، ايهاب امين يعني فورمه ليست بوحشه، يعني عامل فورمه كويسه، لسه طبعا مش توب فورمه ولكن احسن كثيرا، الفرقه شكلها كويس. بنفتقد خدمات كابتن سيف سمير كابتن الفريق، يعني في التهاب في الركبه وممكن يطول شهر شهر ونص، عزب كمان ما بيلعبش، يعني بنفتقد جهود اثنين لاعبين في الوقت. نادي الاتحاد السكندري دوله نزل تدريبات امبارح، وكمان انس شارك في مباراه الجزيره الثانيه المباراه اللي فاتت. يعني الاتحاد والاهلي يعني الحال مش بعيد عن بعض. وشايف مباراه النهارده ايه؟ يعني في الاول برضو انا عايز ابارك لفريق السيدات نادي الاهلي بالفوز ببطوله كاس السوبر المصري. نعم. ببارك للجهاز الفني ولمجلس اداره النادي الاهلي، ومبروك برضو لفرقه المرتبط الفوز. بالنسبه لمباراه النهارده، المباراه متكافئه. نعم. اللي هيحط يعني اللي هيقدر يمسك المباراه ويستحوذ على السلتين ويعمل هجوم سريع، هو مع التوفيق هو ده اللي ممكن يفوز بالمباراه. لكن المباراه كعناصر متكافئه، هم رجع لهم برضو انس اسامه، واحنا الحمد لله اجتمعنا، ما فيش غير سيف بس هو اللي مصاب. طبعا هو سيف يعني ركن جامد وعزب، بس برضو الاهلي بمن حضر، فالمباراه هتبقى في الملعب. كابتن، يمكن النهارده مهم جدا اداء التحكيم، انا دايما ليه بحب اشير كده، النهارده المستويات الفنيه هتكون في ملعب عاليه،
مباراه الفاينل في الدوري بيبقى حكام اجانب بتبقى غالبا بيننا وبين الاتحاد. النهارده حكام مصريين الموجودين مهم جدا ادائهم لان الفنيات بتبقى قريبه والجيم بيبقى كلوز جيم، فصفاره واحده ممكن تقلب المباراه. شايف دور التحكيم النهارده ان هو يكون موفق، ده ممكن يعدي بالمباراه لبر الامان ولا لا؟ بص اقول لك بصراحه، الاخطاء وارده لكن اهم حاجه الحياديه. يعني مش مشكله ان انت تخطا سواء في الجانب ده او الجانب ده، لان بشر يعني وممكن فعلا تطلع صفاره غلط او كده، لكن الحياديه هي المهمه. ان انا بحكم بنفس الاسلوب او بنفس المسطره مع الفرقتين. صحيح يا كابتن، اشكرك على الملاحظه دي، لانه حتى المسطره بين الفرقتين واحده وتبقى طول الجيم واحده، ما يبقاش في اول الجيم حاجه واخر الجيم حاجه. كابتن سلعاوي طبعا زي ما تعودنا بنستعرض الاجهزه الفنيه لكلا الفريقين واللاعبين. نبتدي بالجهاز الفني للنادي الاهلي، اتفضل يا كابتن سلعاوي. الجهاز الفني بيتكون من الاسباني جوستي بوش كمدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياصي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل الاصابات، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تكتيك ومساج، حامد الكاس مهمات. بس عايزين نقول ملحوظه ان جوستي بوش النهارده بينفذ عقوبه الاتحاد المصري ان دي تاني مباراه لي. يعني اللي هيقود الفريق النهارده الكابتن احمد الجرحي بعد او ده اخر مباراه في العقوبه اللي وقعها اتحاد السله على مديرنا الفني مستر جوستي بوش. والنهارده اذا ما قاد احمد الجرحي المباراه الثانيه الزمالك. في الزمالك هيقود النهارده المباراه من على الخط، واكيد كل التنسيق مع مستر اجوستي بوش باذن الله في هذه المباراه. كابتن نبيل، هنروح لجهاز الفني نادي الاتحاد اللي طبعا على راسه كابتن احمد عمر، وهو احد ابناء نادي الاتحاد السكندري واللي قضى عمره تدريبيا كامل في دوله الامارات الشقيقه، وهو طبعا بعدها يعني لبى نداء الاتحاد السكندري ورجع السنه دي تولى المهمه، ودي تاني بطوله ليه على راس الجهاز. اتفضل كابتن نبيل. الجهاز الفني لسله الاتحاد السكندري عصام مجاهد رئيس الجهاز، احمد عمر مدير فني، احمد عبد الوهاب بيبو مدرب عام، هيثم كامل مدرب، سامح صلاح مدير اداري، احمد بسيوني اداري، الدكتور احمد حمدي طبيب الفريق، علي فؤاد اخصائي تاهيل، صبري سالم مخطط احمال، عبد الرحمن الجلاد محلل اداء، الدكتور مصطفى عبد العال اخصائي تغذيه، علي موسى مدلك الفريق، اسلام فتحي عامل مهمات، واحمد خميس عامل مهمات. اشكرك كابتن نبيل. كابتن سلعاوي استاذن حضرتك، مهم جدا نستعرض ال 12 لاعب، وبالمناسبه ال 12 لاعب اللي هيستعرضهم كابتن سلعاوي هم دول اللاست ابديت للقائمه، القائمه هي اللي هيقولها كابتن سلعاوي دلوقتي، اتفضل يا كابتن. عمرو زهران رقم الفانيلا 00، مارك ليونز 2، ده اللاعب اللي هو عيسى ليونز وهو اللاعب الامريكي الذي في صفوف النادي الاهلي، ايهاب امين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، مؤمن طارق خيري 9، مصطفى مكاوي كيجو 10، علي وحيد 11، واحمد مهيب 14، محمد ابو النصر 23، يوسف المعداوي 35، عمر طارق 55. طيب خلينا نروح لقائمه نادي الاتحاد يا كابتن نبيل، استاذنك ان انا اقولها لان هي جات لي اللاست ابديت على التليفون. هي طبعا قائمه النادي الاتحاد، يوسف شحاته، مصطفى عصام، هيثم كمال، احمد عادل، دولا في محمد طه ميدو، انس اسامه، باسم الليثي، يوسف شوشه، عمر طلعت، احمد ابو العلا بيبو، زياد محمد، و لا عمر طلعت مش في القائمه، احمد ابو العلا بيبو، وياسر صلاح، وماركوس اللاعب المحترف الامريكي، وعلي احمد. خليني تاني اسد على حضراتكم اسامي الفريق او قائمه النادي الاتحاد، يوسف شحاته، مصطفى عصام، هيثم كمال، احمد عادل، طه محمد طه ميدو، انس اسامه، باسم الليسي، يوسف شوشه، احمد ابو العلا، ياسر صلاح، ماركوس، علي احمد. وطبعا زي ما عودناكم هنروح ونطير لصاله برج العرب بالاسكندريه عشان نروح لمراسلتنا من هناك الزميله العزيزه سلا حامد عشان تنقل لينا اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا سلا. عبد الرحمن خالد ما بيلعبش.
هيثم طبعا برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار في الاستوديو الكابتن محمد السلعاوي والكابتن نبيل بخيت وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم حاليا احنا متواجدين داخل صاله استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه طبعا عشان ننقل لحضراتكم كل الاجواء هنا واستعدادات سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الاتحاد السكندري قبل طبعا المباراه اليوم. وبنتكلم طبعا على مباراه النصف النهائي او السيمي فاينل من بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال. يمكن طبعا زي ما حضرتك شايف يا كابتن هيثم ورايا الاجواء بالفعل يعني بدا عمليات الاحماء سواء فريق النادي الاهلي او فريق الاتحاد السكندري عمليات الاحماء على ارضيه الملعب. وكمان يمكن يعني الفريق بدا عمليات الاحماء يمكن من 10 دقائق على ارضيه الملعب. يمكن كمان خليني انقل لحضرتك الاستعدادات سواء لفريق النادي الاهلي او فريق الاتحاد السكندري. يمكن طبعا فريق النادي الاهلي استعد بشكل طبيعي جدا المباراه زي ما حضرتك شايف طبعا يعني عمليات الاحماء استعد فريق النادي الاهلي المباراه بشكل طبيعي. يمكن امبارح الفريق سافر للدخول في معسكر مغلق طبعا في مدينه الاسكندريه استعدادا للمباراه. والنهارده كان في يعني قرر مستر اوجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي الدخول او يعني الفريق ان هو يتمرن على صاله استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه لمده 45 دقيقه النهارده الصبح قبل يعني المباراه. التمرين كان الساعه 9 الصبح وبعد كده كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين يعني مستر اوجاستي بوش وجميع اللاعبين طبعا اتكلم فيها على اهميه المباراه. وطبعا يعني يمكن دايما متعودين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في نهائي من كل بطوله. شفنا يمكن اخر 4 سنين كان معظم النهائيات بتجمع ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري. يمكن المره دي بنشوف الاتحاد السكندري في السيمي فاينل. ويمكن خلى يعني مستر اوجاستي بوش اللعيبه تركز على اهميه المباراه ونقط الضعف والقوه طبعا عند نادي الاتحاد السكندري. وبعد كده الفريق تناول وجبه الغداء وجي يعني على طول او وصلوا لصاله استاد الجيش ببرج العرب طبعا عشان يستعدوا للقاء. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه طبعا يعني في يعني غيابين في قائمه النادي الاهلي وهم سيف سمير طبعا كابتن النادي الاهلي بسبب جزع في الرباط الداخلي والرباط الصليبي في الركبه وطبعا عمر عزب. الاثنين دول هيكونوا بره السكور شيت النهارده وبقيه اللعيبه كلهم هيكونوا موجودين في السكور شيت بشكل طبيعي. كمان نادي الاتحاد السكندري وتحت قياده الكابتن احمد عمر استعدوا ايضا بشكل طبيعي والنهارده برده اتمرنوا لمده ساعه على صاله استاد الجيش برج العرب في مدينه الاسكندريه. وبرده كان في محاضره فيديو ما بين الكابتن احمد عمر وجميع اللاعبين اتكلم فيها طبعا عن النواحي الدفاعيه والهجوميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ويمكن كمان من ضمن يعني اللي كان موجود في الاجتماع مراجعه مباراه الاهلي والاتحاد السكندري اللي كانت موجوده في البطوله العربيه. رجع مع ورجع يعني الكابتن احمد عمر المباراه مع جميع اللاعبين طبعا بيوريهم الاخطاء اللي وقعوا فيها ونقط الضعف والقوه ايضا اللي عند النادي الاهلي للتركيز فيها في مباراه اليوم نظرا لاهميتها. طبعا بنتكلم على اول مباراه في السيمي فاينل وان شاء الله يوم الخميس هيكون في نفس يعني المباراه يوم الخميس ان شاء الله. كمان خليني اقول لحضرتك الاجواء هنا داخل الصاله زي ما حضرتك سامع دلوقتي طبعا دخول جماهير النادي الاتحاد السكندري متواجد عدد كبير جدا من الجماهير وايضا متواجد عدد كبير من جماهير النادي الاهلي في الصاله لدعم طبعا فريقهم في المباراه اليوم. فيا رب ان شاء الله طبعا يا كابتن هيثم النهارده التوفيق يكون للنادي الاهلي نادي اداء قوي اداء متميز لضمان التاهل لدور النهائي من البطوله. طبعا اما حضرتك يا كابتن هيثم لو في اي سؤال والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل. سلام حامد بشكرك شكرا جزيلا مجهود يعني واضح محاوله لتغطيه الاجواء. بشكرك شكرا جزيلا وبشكر كل طاقم قناه النادي الاهلي الموجود في الملعب. وطبعا اكيد لما سمعنا صوت جماهير نادي الاتحاد عمرنا ما هننسى نترحم كمان على مشجع نادي الاتحاد اسلام طبعا اللي طبعا كان اصيب في مباراه الاتحاد و او الاهلي والاتحاد اللي كانت السوبر على صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى. ربنا يرحمه دايما ربنا يسلم جماهيرنا الجماهير المصريه كلها وان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون متواجد في الملعب بقوه زي ما عودنا. جمهور النادي الاهلي دايما ابدا هو اللاعب رقم واحد ومن هنا بنقدم كل التحيه لجماهيرنا في كل مكان جوه مصر وبره مصر في افريقيا في اوروبا في الخليج في اي مكان. جماهير النادي الاهلي هي اللاعب رقم واحد وهي المحرك والدينامو لهذا الكيان العظيم. كابتن سلعاوي يمكن مباراة النهارده ستشهد شد عصبي في البدايه نتكلم عليها فني شويه. الفنيات اكيد هتبقى في الشوط الاول اقل بالنسبه للفرقتين ولكن زي ما تعودنا اللي بيبقى اللي يعني بيتفوق في الاول هو اللي بيقدر يدافع جيدا في الاول. وضع طبيعي يكون متوتر في الهجوم ممكن ميس باس ممكن شوطه تبقى بره ولكن الدفاع اللي بيتماسك دفاعيا جيد هو اللي بيعدي النص الاول بشكل جيد. شايف النهارده النادي الاهلي عنده من المفاتيح الدفاعيه اللي يقدر يوقف ماركوس اللاعب المحترف طبعا نسبه تهديفه عاليه جدا ونسبته على 3 بوينت جيده جدا
في حلول النهارده في انس فيدوله، شايف عندنا حلول دفاعيه نقدر نوقف خطوط نادي الاتحاد في البدايه؟ انا شايف ان في حلول كتيره، شايف ان اساس الباسكت بول هو الدفاع، الدافع كويس تقدر تكسب المباراه، لان بتاخد يعني بتاخد فاست بريك او ايزي لياب او هجوم سريع يكون بنسبه عاليه جيد جدا. عندنا مفاتيح كتيره تقدر توقف المحترف الامريكي بتاع نادي الاتحاد، عندنا علاء عمرو زهران، عندنا ابو النصر وهو بيعرف يعمل روتيشن كويس مدرب، لكن انس اسامه في عمر طارق، يعني في كل المفاتيح بتقابلها مفاتيح من عندنا. اللعيبه شبه حافظين بعض، لكن انا اللي عايز اركز عليه هو الدفاع، الدفاع هو اساس المكسب، زائد بقى في الهجوم فرض اسلوب لعبك على الخصم. لازم اللي عايز يكسب لازم يفرض اسلوب لعبه، او يبقى هو اللي معاه رتم المباراه، او ما هو معاه التيمبو زي ما بيقول، او ما هو اللي معاه مفاتيح هو اللي سايق. زائد ان احنا يجب ان عندهم اكتر من لاعب بيجيدوا ثلاث نقاط من خارج المنطقه، لازم يكون في حرص في الدفاع عنهم، وكل واحد يبقى مسؤول مسؤوليه كامله وعن الخصم او عن المدافع اللي بيدافع عليه. هتبقى اعتقد الامور سهله، لكن الاتحاد السكندري اعتقد انه يعني بيمتلك مدرب. هو الحلو النهارده اللي عاجبني ان اثنين مدربين بيمثلوا عنصر الشباب شويه، يعني صحيح. احمد عمر و مدرب احمد جرحي مدرب جيد جدا، بس احمد عمر اكبر كتير من معلش بس هو يعني برضه يعني يعتبروا من او من الجيل اللي لسه يعني الجيل الصاعد ان شاء الله. احمد عمر مدرب جيد جدا، واحمد الجرحي مدرب واعد بينتظر مستقبل طيب. وهو اعتقد يعني ان الامور هتبقى فيها شد عصبي في اول الجيم، نتيجه لان الاهلي عايز يمسك المباراه، الاتحاد السكندري عايز يكسب بسرعه عشان يعوض او يرد الاعتبار للهزيمه. اشكرك كابتن نبيل. يمكن اللاعبين الارتكاز النهارده عليهم دور كبير، حضرتك كنت يعني بوزيشن 5 ولاعب ارتكاز، وكنت مشهور عنك الهاي جامب والبلوكات والجود ديفنس، فالنهارده في عندنا احنا ميزه وهم عندهم ميزه في كلاعبين ارتكاز. احنا عندنا عمر طارق نلعب عليه هاي لو كويس جدا، لو اتعمل عليه تراب من السنتر الثاني بيفضى الاربعيه بتاعتنا بتشوط، سواء عمرو الجندي او مروان سرحان، والاربعتين الحمد لله حتى الان عاملين دور كويس مع الفريق. دي المعضله بتاعتنا او اللعبه بتاعتنا، يعني او نقطه قوتنا في الهجوم. هم عندهم في نادي الاتحاد نقطه قوه انه انس مش خمسيه صريحه، ما بين الاربعه ما بين الخمسيه، عنده مميزات الخمسات كطويل وبينط بس مش عريض، عنده مميزات الاربعيه ان عنده كروس اوفر سريع وبيقدر يعدي بيه من على الهاي بوست. فالفرقتين عندهم نقط قوه تحت الحلقه. شايف النهارده من اثنين مدربين ازاي هيستغلوا نقط القوه دي، وازاي احنا نقدر ندافع على ده؟ طيب انا هتكلم عن الاتحاد. الاتحاد عنده اثنين سواء بيبو او انس عندهم ريباوند عالي وبلوك عالي، عشان كده احنا لازم نحجز كويس علشان نقدر نستحوذ على الكور، لان زي ما قلت في الاول اللي يستحوذ على الباسكتين هو اللي ممكن يجري هجوم سريع، وبالتالي ممكن يبقى عنده فرصه تهديفيه عاليه. صحيح. فالاثنين دول لازم نحجزهم سواء في الدفاع، وكمان في الهجوم لازم ندخل نحاول نلم منهم الكور المتابعه الهجوميه. نقطه مهمه جدا دي يا كابتن. لا، وعندنا اللي يقوم بيها، يعني عندنا عندنا ناس بتعمل ساكن شوت كويس، فدي برضو ممكن تبقى ميزه عندنا. لازم نعملها. لازم لو لموا الكوره لازم نعطل اول كوره عشان ما يهجموش علينا هجوم سريع او ترانزيشن اوفنس، لازم نوقفها لهم ونرجع على الجناب عشان ما يطلعوش كور على الجناب ويجروا علينا فاست بريك، فدي عامل مهم جدا بالنسبه لنا. زي ما انت قلت، انس من النوعيه اللي هو ما بيلعبش تحت الباسكت. صحيح. هو اكتر لعبه بره وبيدخل بالدريبل، فلازم اللي ماسكه يبقى متوقع ان هو يعني مين احسن واحد عندنا يمسكه يا كابتن؟ يعني مين يمسك انس يقدر يمنعه من الريباوند لانه طويل، وفي نفس الوقت يقدر يتحرك معاه برجله في كروس اوفر اللي بيعمله، لان هو انس دخلته اكتر يمين، وكمان بصراحه بيدرايف شمال اوقات، بس هو انت عايز حد يعني خفيف يقدر يتحرك برجله الاول. هو في الظروف اللي احنا فيها في مروان سرحان وفي اسمه ده عمرو جندي وبرده ممكن لاعب ثلاثايه يمسكه مثلا، ولا رايك لازم يبقى اربعايه؟ صح. يعني احنا عندنا كيجو، عندك كيجو وعندك عمر طارق، متهيألي صعب يمسكه انس، عندك الاربعات مروان سرحان، عندك عمرو الجندي، يوسف المعداوي مثلا. المعداوي تمام، المعداوي برضه ممكن يوقفه، بس هيبقى في فرق
طول لو نزل تحت ميس ماتش بالنسبه لنا في دي، بس ممكن يوقفه لان هو بيلعب بره، وفي نفس الوقت لو هو مثلا الكره اتشطت لازم يحجزه بره، وهو عنده القدره يوسف المعدة بيقدر يلعب بظهره، بيقدر يزق بظهره كويس. فدي حتت دي مهمه جدا بالنسبه لنا في الايه، في بالنسبه للطوال. احمد عمر بيعمل حاجه في التايم اوت، لو الفرقه اللي قصاده خد تايم اوت بيضغط بطول الملعب، فاحنا برضو لازم نبقى متوقعين ده بحيث نقدر نطلع، ما فيش فعاليه فيها جامد لو احنا متوقعين ان هو ممكن يضغط سواء مان تو مان او 1-2-2 او 2-2-1. نعم، عندنا من التولز والادوات واللعيبه والخبرات نقدر نطلع من ده. اشكرك يا كابتن نبيل، اشكرك كابتن سلعاوي. زي ما حضراتكم شايفين لحظات معدوده ودقائق معدوده وتنطلق المباراه. خلينا نطير لصاله برج العرب عشان ننقل لحضراتكم احداث المباراه. الاهلي والاتحاد في ذهاب قبل نهائي دوري المرتبط موسم 23-24. بفكر حضراتكم اللي هيقود المباراه مدير فني النهارده كابتن احمد الجرحي، مستر اجوستي اكيد موجود مع الفرقه خلف البنش في المدرجات. خلينا نروح لهناك ونتفرج على المباراه. كل التوفيق لنادي الاهلي، ونتمناها ان شاء الله فوز اهلاوي اليوم. ومعلقنا الكابتن الكبير القدير، وخلينا اقول لكم ان كابتن احمد مناع معلقنا هو احد ابناء النادي الاهلي. خلينا نروح لكابتن احمد مناع ونتابع المباراه ونرجع بين الشوطين. فإلى هنا.